مرحبا يا أصدقاء، اشتقت لكم. هل ترسمون صورا جميلة؟ من فضلكم حافظوا على لوحاتكم مثل كنز، لأن كل قطعة منها مهمة. يا أصدقاء، هل تتذكرون أول مرة تكلمت الشمس والقمر مع بعضهم البعض؟ الشمس دعت الأرض، ولكن من الذي قال عنه القمر أنه سيعزمه؟ نعم، لقد كان البحر. أود معرفة ما إذا كان القمر قد دعا البحر. لنتركها لقصتنا. الشمس أخبرت القمر ليدعو البحر. البحر سوف يجعل القمر لامعا. لذا عندما نادى القمر للبحر: صديق جديد يدعى البحر، قد جاء حقا. القمر رأى انعكاسه في البحر، مظهره كان براقا بشكل جميل. القمر أخبر البحر لأنه علم أن البحر قد جعل القمر جميلا. أيها البحر، شكرا لأنك عكست صورتي بشكل جميل. كم هذا جيد أن يكون لديك أصدقاء يرقصون مع أمواجك. أنت واسع جدا، ذلك سيكون رائعا إذا دعي أصدقاؤك إلى البحر، ثم سيكونون سعداء وأنت ستكون أيضا سعيد. لذا فلنرسم بحرا وقمرا جميلين الآن. جهزوا الورقة وقلم الرصاص والممحة وأقلام التلوين. يمكنكم تحديد البحر بنفس طريقة تحديد الأرض. سيجعل البحر أكبر. سأحاول الرسم بهذا الارتفاع. هل تعلمتم من المنحنيات في المرة الأولى؟ من فضلكم حددوا الموجة من البداية إلى النهاية بانحناء بسيط. الآن فلنحاول الرسم هذه المرة بقمر كامل. لقد لونت الهلال في المرة السابقة. حسناً، القمر يلمع ولكنه ليس براقاً كأشعة الشمس. حسناً، لقد فعلتها مسبقاً. لذا فلنلون. أصدقائي، هل سبق وشاهدتم منظراً جميلاً للبحر بالليل؟ إنه داكن بالليل. أولاً، أخرج الألوان التي تناسب البحر. هذا الأزرق سيبدو جيداً جداً للبحر في الليل. ثم سأحاول تلوين الموجة بأقلام التلوين. كالمرة السابقة قمتم بتلوين الأرض والسماء، فلنلونها بعد بري القلم قليلا. الآن افركوها برفق قليلا ولونوا مع الماء. برفق للأمام قليلا وللخلف. واو، إنه كالبحر في الليل. أنا لونت بها بشكل عمودي. نعم، إذا لونت البحر هكذا، هل يوجد ألوان أخرى للأزرق لم أستطيع أن أخرجها؟ سأريكم أمواجاً أخرى بهذين اللونين. هذه ستكون موجة سطحية. هذه ستكون موجة عميقة، صحيح؟ نعم، سألون القمر بعد ذلك. القمر لون بالأصفر هكذا. بعدها في الليل سألونها بالأسود الداكن. هل يجب أن ألون حول القمر؟ القمر يجب أن يكون ساطعاً وجميلاً، لذا حاولوا أن تتجنبوا القمر.
لا تكونوا خائفين كثيرا، لأنه يمكنكم أن يدخل اللون قليلا إلى داخل القمر. الآن هل تودون التلوين في جوانب اللوحة إلى جانب القمر، حيث يمكنكم التلوين في الظلمة؟ يمكنكم بري أقلام التلوين والبدء بالتلوين. من فضلكم لونوا على راحتكم بطريقتكم الخاصة. الآن أزيحوا ذراع بشكل واسع ولونوها. أوه، إنها تغمق شيئا فشيئا. جميعكم، أليس سيكون من الممتع تلوين الليل بأقلام التلوين أيضا؟ من فضلكم انشروها بشكل أوسع إلى البحر هكذا. نعم، أنا بالكاد انتهيت. نعم، سأقوم بتلوين الليل بشكل داكن جدا. إنها ألن تكون مملة قليلا لأنها فقط بالأسود؟ إذن سألون الليل المظلم هنا بالألوان التي استخدمتها بتلوين البحر. ألا تظنون أنه سيكون الليل أفضل بكثير للبحر إذا مزجنا الألوان في المنتصف؟ نعم، ليس عليك أن تلون الليل بالأسود فقط، ويمكنكم التلوين بهذا اللون وأن تلونوا بشكل دائري. يمكنكم استخدام خطوط مسننة متداخلة مع بعضها البعض. من فضلكم لونوا الليل بحريتكم. يمكنكم التلوين بالأزرق بحركة من فوق لتحت. نعم، لقد انتهيت. هل يجب علينا أن نعطي وجها لليل بعد ذلك؟ من فضلكم فكروا بنوع المظهر الذي سنعطيه لليل. سأحاول الرسم هكذا. الآن عيون مبتسمة تماما كالتي استخدمناها في الوجه للأرض في المرة السابقة، وأنف وفم. هذه المرة لقد حددت فما مفتوحا. أوه، يبدو وجها مسرورا. وهل يجب أن نعطي وجها للقمر؟ أرسم القمر بابتسامة جميلة. واو، لقد انتهيت. نعم أصدقائي، كيف كان درسكم اليوم؟ لقد رسمنا القمر وأظهرنا الأمواج في البحر. أليس ذلك من الرائع أن نكون قادرين على إظهار الليل وإظهار الأمواج أيضا في البحر؟ إذن ستكونوا متطلعين لرؤيتكم في المرة القادمة. حسنا، أراكم في المرة القادمة. باي باي.